بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي وأحبابي في الله، وأهلا بكل متابعين قناة الصحة وجمال. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الرؤى. أسرار الرؤى بنتناول موضوع الأحلام وتفسيرها، وزي ما احنا متفقين ممكن تكون الحلم مهم جدا، فمحدش يقول ان هو حلم خلاص أو رؤية خلاص، لا بيكون مهمين جدا، بيكون بشارة أو إنذار أو حل لمشكلة ما عند أي حد. أغلبية الرؤى ممكن والأحلام ممكن تكون أضغاث أحلام، ممكن تكون كوابيس، ممكن تكون أي حاجة غير الرؤية الصحيحة، لكن بحاول إن أنا يعني أطلع منها حاجة تفصل للإنسان نفسيته فيها إيه من خلال الرؤية، حتى الحلم حتى اللي هو ملوش تأويل وملوش تفسير، رغم إن إحنا بنقول ده أضغاث أحلام ملوش أي لازمة، لكن بيبقى فيها قلب، فيها موضوع. هو مش بيشوف الأضغاث الأحلام دي من شوية، هو بيشوفها بناء على يوم مشحون، بيشوفها بناء على تعب نفسي، على ممكن يكون واكل كتير قوي، ممكن أي حاجة في أي حاجة، أو إشارة إن هو يكون تعبان في حاجة في جسمه، أو بيفكر في الموضوع ده مش عارف يوصل الحل. لكن ربما لما انا اقول له ان انت في موضوع ما او في حاجه انت بتفكر فيها، لكن كلها اضغاث احلام، لكن الحاجه دي قلل التفكير فيها شويه كلام من ده، خلاص يبقى انا وصلت له وفهمته او فهمتها ان انا عارفه او واصل لي الاحساس ان انت مجهده تفكيريا او بتفكري في مواضيع كتيره جدا. فدي في حد ذاتها راحه للشخص اللي هو بيتكلم في تفسير في الاحلام بتاعته. فمش عايزين ان احنا نبعد خالص ونقول ان كل حاجه ملهاش تاويلات ملهاش تفسيرات، لا، مفيش حد اسمه مش بيشوف حاجة من فراغ. حتى الكابوس بيكون الانسان ممكن يكون نايم مش مصلي، ممكن يكون نايم مش على طهاره، ممكن ما يكونش بيقرا في المصحف خالص، ممكن ان هو واكل كتير جدا، فاقول له لا بخفف اكلك مثلا، عشان ممكن غلط تاكل وتنام كتير قوي، فغلط ان ممكن مش عارفه نفسك وكده. فاحنا بندخل في مواضيع اكتر من حاجه من خلال الرؤيه او الحلم نفسه، فمحدش يتغاضى خالص عن اي حاجه يشوفها ويعديها ويقول مش مشكله وكلام من ده، لا، نحاول ان احنا نفكر فيها او نحاول ان احنا نوصلها لحد نكون احنا نثق فيه، بحيث ان هو يفسرها لنا ويطمن قلوبنا. يعني هو الامر كله عادي وسهل وبسيط وجميل جدا، ولكن الموضوع محتاج منا ان احنا ما نقولش حاجه وخلاص، ايه يعني بنحلم ويعني وكلام من ده، لا، الحلم ده جزء من الواقع بتاعنا كبير قوي، فمش عايزين ان احنا نقول اه حلم او اي حاجه وخلاص ونعديها. طبعا كالعاده بستنى تليفوناتكم، وبرضه بنرجع للصفحه بتاعتنا، في احلام كتيره قوي بحاول انا اتواصل، بحاول انا افسرها لاصحابي على قد ما بقدر. طبعا كل واحد يومه بيبقى ضايق ومشحون جدا بحاجات كتيره قوي، لكن بحاول على قد ما بقدر ان انا افسر وان انا اكون متواصله مع اصدقائي ومتابعيني والناس اللي انا بحبها في الله. طبعا بحاول انا اتواصل وبحاول انا افسر احلامها على قد ما بقدر، ويا رب تكون حتى التفسير الحلم اللي وصل لهم والرساله اللي وصلهم من خلال الحلم تكون طيبه، لان انا بحب قوي حته النصيحه قبل تفسير الحلم بتاعها. يعني تفسير الحلم خلاص انت بتبقي عارفه ان الامر كذا كذا كذا، لكن في حاجه دايما بتضغط عليا قوي بتقول لي لا انت تقولي لها كذا كذا او المفروض يبقى كذا كذا من خلال التفسير، فبحس ان انا لا عايزه اتكلم غير التفسير خالص. فربنا يسعد حالكم وايامكم يا رب العالمين جميعا، انه محدش يزعل مني خالص من عدم مثلا ردي على الصفحه او التليفون، ان انا مثلا مش مفيش تواصل قد كده بيني وبينهم وكده. ربي اعلم بكل واحد عنده ايه، واكيد اكيد انا عندي مشغولياتي زيكم، فمحدش يزعل خالص مني، وبنحاول ان شاء الله نتواصل مع بعضنا بامر الله. طبعا في رسائل بتاعتي اللي تكون موجوده معايا ببدا ان انا اتكلم فيها الحين استقبال تليفوناتكم معايا ان شاء الله بامر الله. فببدا اخد رساله بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. حلمت ان والدتي تصغر وبتكبر، والدتي بتصغر وبتكبر، ثم قمت من النوم مفزوعه وانا اقول الشهاده مع العلم انها متوفيه من فتره. والحلم ده بيتكرر معايا كتير، ولكن هي دايما بتيجي الصغيره غير الكبيره، وبتكون شكلها في الكبيره احلى. والله اعلم لما واحده تشوف نفسها صغيره وكبيره، اصلا متوفيه صغيره وكبيره، فهما بيدل على الضرتين، او بيدل على الدنيا والاخره، بيدل على حاجتين. انت دايما بتشوفيها ان هي في الكبيره احلى، ففي الاخره احلى بامر المولى عز وجل، فاخرتها حلوه ان شاء الله بامر الله. فانت بتقومي مفزوعه بتقول الشهاده وكده، هو الشهاده هو بيدل على ان والله اعلم كانت والدتك لها سيره طيبه في الدنيا، فانت اكملي المسيره بتاعتها اللي هي الطيبه الحلوه في الدنيا. والحمد لله رب العالمين هي في خير، ولكن حتى لو الميت بيوصل لنا ان هو في خير وكويس،
عايز الرحمه برضو من اهل بيته. الرحمه دي اللي هي ان هم يفتكروا بالرحمه، يفتكروا بالخير، يفتكروا. حتى اكتر الناس بيكلموني بيقولوا ان احنا لما بنفتكر بنعيط او كده. طب وبعد العياط؟ طب ما انت بتتعبي، لكن انت بتفوقي نفسك، انت بتغسلي عينيكي من الدموع، بتفوقي شويه. انت اصلا بتبقي مخنوقه من الموضوع، بعد كده تفتكري الميت كده. هاخد اول اتصالاتي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي، اتفضلي. انا سامية من اسيوط يا دكتورة منى. اهلا بيكي يا حاجة سامية، اتفضلي انا ليا عندي كذا حلم وعايزة احكيهولك. اتفضلي يا حبيبتي. بص، انا حلمت ان انا بتجوز، انا متجوزة ها وحامل. تمام. حلمت ان انا بتجوز ولابسة فستان فرح، واخواتي بيعملوا فرح لاني بتجوز من شخص، يعني ايه، من ممثل من على التلفزيون. فكان قاعد مع بابا، وابويا متوفي، وقعد بس اشترى. ابويا قال له انا عايز مهره 15,000، فهو قال له ماشي. فانا كنت مخطوبه قبل كده واتفشكلت خطوبتي، فشفت خطيبي في نفس الحلم جه وانا ولابسه فستان الفرح، لا انا مرضيش اقعد جنب العريس ولا عند المعازيم، رحت قعدت على جنب. راح جه خطيب اللي كان خطيبني قبل كده، اداني 100 جنيه وبعثني. بس بصي، هو ان يجيلك عريس تاني، والله اعلم، الاول ان يجيلك عريس تاني فهو بيدل على امور انت نفسك فيها، فربنا هيديها لك. هو تجديد حالك وتجديد نفسك خالص نفسيا. اما المهر وان هو يبوسك فهي بيدل على تراضي ليكي في عيشتك وفي حياتك. انت سامعاني؟ ايوه، ان انت هتكوني مرضية بحالك وبعيشتك، انت هتكوني مرضية، عندك رضا بحالك. بس حتة المهر وال15,000 هو بيدل على ان الست محتاجة دايما تجدد من نفسها. الست تجددي من نفسك، التجديد بيخلق روح جديدة، بيديكي روح حلوة انك تعرفي تتعايشي وتكملي في الامر اللي انت فيه ايا كان هو ايه. فاهمة؟ صح. طيب، يبقى انت محتاجة ان انت تتعايشي بكل رضا في المواضيع اللي انت فيها، بس تتجددي بقى، ما تفضليش زي ما انت كده سامية، لا اتجددي، غيري من طريقتك، يعني غيري من حالك في بيتك للأحسن. التجديد مطلوب وحلو وضروري، صح. وربنا يصلح لك حالك يا سامية يا رب. ماشي. طب ممكن اقول الحلم التاني؟ ممكن. انا امي متوفية وكل حاجة تحصل معايا اشوف نفسي ان انا بحكيها لها، تمام. يعني كل حلم، يعني كل حاجة أبقى، يعني أنا كل حاجة أبقى عايزة أقولها لها أشوف نفسي في الرؤية إن أنا قاعدة وبحكيها معاها وهي بترد عليا وبتنصحني. ايوه حبيبتي، تمام. بس هو بصي، انك دايما بتحكي لوالدتك والله اعلم، ده معناتها احتياجك للحنية، محتاجة لحد يكون ابن حلال ترمي نفسك عليه، ان انت دايما تحكي له وتفضفضي معاه، ودايما ان انت تتشاوري معاه، علشان انت طيبة في اكتر الامور انت مش بتعرفي تعمليها، فبتقعي في اخطاء كتيرة جدا. صح. هو احتياجك لحد، احتياجك لواحدة او احتياجك لحد تتكلمي معاه، ودايما يكون مخلص في الكلام وفي النصيحة ليكي. انت محتاجة دي، بس انت مش لاقية. المكان الوحيد اللي انت تتكلمي فيه وترتاحي فيه، اسجدي لربنا على الارض، اسجدي، حطي دماغك على الارض، اصلي، اتكلمي مع ربنا، اتكلمي، هيسمعك، وسرك مش هيطلع بره، قولي كل اللي انت عايزاه، وعيطي، واعملي كل حاجة. عشان احنا عندنا دلوقتي مشكله، يعني انت لما بتحكي لحد وتقولي له، اوعى تقول لحد، كانك كنت بتقولي له امسك ميكروفون وقول للدنيا كلها، بقت مشكله. فربنا يهدينا يا رب العالمين، وربنا يا رب يفرجها عليكي ويغير لك حالك للافضل والاحسن. يبقى احنا كده عرفنا ان موضوع الصغيره والكبيره في الحمد لله رب العالمين في اخرتها حلوه، الحمد لله رب العالمين. في رساله تانية بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، انا حلمت ان انا بحب واحد وهو بيحبني وبيقول انا هتجوزك كتير، ومش بيجي حتى البيت، ده في الحلم. طيب، هو اصلا مفهوم الحب دلوقتي او مفهوم الاعجاب دلوقتي الكل بقى بيتمارس بيه ممارسه غلط، بمعنى ان لما حد دلوقتي يجي، طبعا انا عايزه اقول طبعا البنت خاصه، يعني ما تسلميش نفسك وعواطفك واحساسك ودنيتك لواحد بيقول لك انا بحبك. غلط، بيحبك في حلال، في باب،
ده بأهلي، يجيني يتقدم لي يتكلم مع أسرتي، ده لو بيحب. لكن لو بيحب واحدة ولو شرفي أنا بحبك، والله ما نعرفش شرفك فين بصراحة، والله ما نعرفه، أنت أدرى بيه. لكن ما يقولكش وشرفك وكده وشرفي والكلام ده كله، بحبك وهاجيلك وكلام ده كله، مبني على ايه؟ مبني على إيه؟ كله غلط في غلط وكله حرام في حرام. انا ما بقولش على الحب حرام، لا، دي غريزه في قلوبنا ربنا حاططها لنا، لكن بالحلال نستثمرها في الحلال مش في الحرام. يعني ما واحد يجي يقول لواحد انا بحبك زي الناس اللي دايما بسمعها في التليفونات وبيكلموني، انا بحب واحد وهو بيحبني وان شاء الله سنه وهيتقدم لي، طب خلال السنه هو فين؟ هيعمل ايه؟ وانت هتعملي ايه خلال السنه؟ هتقضوها تليفونات ومقابلات وكلام وكده. يبقى احنا كده وقعنا في الغلط، يبقى هو ده الحب الغلط، يبقى كده في حاجه غلط، يبقى احنا بنغضب ربنا. ده بيقول لي، ده دايما يقول لي وشرفي انا هعمل لك، قولوا له والله ما اعرفوش، ما شفتش شرفك، انا ما اعرفوش، لكن انت محترم وكويس، لكن انا ما اعرفش. فاللي بيحب حد وعايز حد بيشتريه ويروح يتقدم له قدام الناس عشان يصون اسمه ويصون كرامته ويصون شرف الناس واهله ويصون الشخصيه اللي هو واخدها. يبقى مش عايزين ينخدع باسم حاجه اسمها الحب. وما اكترها الايام دي طبعا كتيره جدا. هاخد اتصال، مين معايا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام عمار، ازي اهلا بيك، حضرتك؟ اتفضلي. عاملة ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الله يخليك حبيبتي. معلش انا عندي يعني كذا رؤية كده، ربنا يباركلك. اتفضلي يا ام عمار. انا في رؤية يعني بتتكرر معايا من فترة كده حوالي 3 4 مرات، ان انا بشوف يعني في البلد اللي انا منها في بيتي اكن حبسة طيور صغيره كده، بط صغنن كده لسه طالع، يعني ومعزايه كده، هم مش عندي، انا مش عندي الحاجات دي، بس انا بشوفهم على طول ان انا حطاهم في مكان وبنساهم من غير اكل وشرب بس، فبيتكرر معايا على طول، يعني مخليني قلقان يعني. طيب، هو انك تنسي دايما طير من غير ما تحط له اكل، فهو بيدل على الصدقات اللي في السر، او بيدل على عمل الخير اللي في السر انت بتقيمي بيه، يعني بتعمليه. يعني الحمد لله يعني. يعني انت دلوقتي جايه تدي المنه 5 جنيه، بتقولي لجوزك وتقولي لبنتك وتقولي مش عارفه ايه كده، بتتكلمي يعني؟ او لا لا، ده انا عملت امبارح والله، ده انا وديت لفلانه لا 5 جنيه. لا 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 طيب، مطلوب منك الكتمان في السر في الصدقه، ومطلوب منك تخرجي صدقه من غير ما تتكلمي، ماشي. لان دي كلها بيدل على عمل الخير المخفي. مفيش عندي، ما بتعمليش، ما عنديش حاجه انت بتعمليها مخفيه. ولو رحت تصالحي بين اتنين، صالحي واسكتي. لو قلت كلمه طيبه لحد، ما تروحيش للتانيه تقولي لها ايه، لا والله ده انا قلت عليكي كذا كذا، طب روحي اساليها، لان انا بعمل حاجه طيبه، خلاص ما يهمنيش ان هي تعرف ولا ما تعرفش، مش النيه خير، والله خلاص الحمد طالما لله. النيه عندي خير ما يهمنيش انت تعرف ولا ما تعرفيش. ماشي يبقى الامر حبيبتي. المخفي لازم 24 ساعه، طالما انا ربنا حاططني في موقف او في وضع ان انا اعمل حاجه لوجه الله مخفيه، اعملها وانا ساكته. ماشي هي دي الاعمال اللي انت تقومي بيها في الخفاء، دي مطلوبه منك لان انت مقصره فيها. ماشي. طب معلش، الرؤية التانية، أنا شفت ضرسي دوت، ضرسي اتقور كده من جوه وطلع القلب بتاعه بس لون التلج بالظبط. الحمد لله رب العالمين، تمام. الحمد بصي، لله. صلى على النبي الأول. صلى الله عليه وسلم. انتي عندك ميزة، مش عارفة هي دي ميزة ولا ايه، لكن انت عندك اي تفكير ولا اي حاجة بيدخل في دماغك ما بيخرجش غير بعد فترات، صح. مش من النوعية ان احنا خلاص احنا اتكلمنا النهارده حتى لو الموضوع ليه حل، حتى لأي حاجة مش بيطلع من دماغك بسهولة، بيقعد عليه فترة كبيرة قوي، فان هو يطلع اللون اللي هو التلج اللي انت بتتكلمي عنه ده، فالحمد لله هو بيدل على ضميرك ونيتك السليمة، يعني مهما الحاجة تخزنيها مش بتبي فيها قاسية او مش بتبي فيها متلونة، صح. لا بتكوني فيها عادية خالص، بس مش بتعرفي تتركيها على طول، مش بتسيبيها على طول، لكن بتبقى موجودة معاكي ممكن 10 سنين قدام. هو ده اللي بيحصل، صح. انت ما شاء الله عليكي خزنة، يعني انت خزنة. ف لا يعني حاولي تخففي لو الامر بيتعبك، لو انت شلتي الحاجه في دماغك وفي عقلك وفي قلبك والامر بيتعبك، انسي بقى وتعايشي. طيب اقول له الرؤية التانية. قولي رؤية تانية. انا شفت العمارتين عاليين قوي كده على النيل، وانا نايمة في مكان يعني هو مش عالي قوي، بس يعني شايف العمارتين دول،
وابني نايم كده على السرير، فانا شفت العمارتين دول بيتهزوا جامد، رحت مصحياه بسرعه، قوم قوم عشان ده في زلزال في زلزال، ومشينا. المكان اللي احنا فيه ما تهزش، بس انا شايفه العمارتين اللي على النيل دول بيتهزوا جامد. الحمد لله رب العالمين. بصي يا حبيبتي، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. العمارتين انت شفتهم بيتهزوا، اي خلل في اي بيت مصري، انت شايفه كل البيوت بتاعتنا بتلاقي فيه مشاكل وعدم تفاهم، ساعات بيبقى من الزوج او من الزوجه، ان انت بتشوفي المكان ده وزلازل وكلام من ده، فانت تعتبري حالك افضل من حال الناس حواليك وانت شايفاهم بعينيكي. طبعا صح فالحمد فعلا لله رب العالمين، تحمدي ربنا الحمد على لله. حالك، لان الزلزال في العمارتين انت شفتيهم، فبتلاقي واحد ايه بيعامل مراته مش كويس، ده فلان راح اتجوز على مراته، ده فلان اتطلق، ده مش عارفه ايه، فدي امثله ناس قدامك بعينك وقريبين منك. انت بتقولي لابنك قوم بص قوم بص، بس الامر بعيد عننا، فانت حالك افضل. طب الحمد لما لله. انت حالك افضل الحمد لله رب العالمين، امال ايه المراره اللي انت عايشه فيها؟ ها؟ ظروف بقى فمحتاجه تفوق وتحمد ربنا. الحمد لله. يعني انت عندك امثله قدامك وانت شايفاها، ومع ذلك ايه بصه للاحسن بقى. هو الانسان عشان يعرف يتعايش في حياته ويرضى بالامر اللي هو فيه، بص للاقل منه بشر الاعلى منك. معلش هطول عليكي لا ولا اقول لك؟ ده اقول البيت لك كمان. بيتك. لا البيت بيتك، اتفضل. ربنا يخليكي يا رب. عزلنا بقى لي فتره عايزه اتوصل مع حضرتك. على راسي حبيبتي، اتفضل. انا شفت مرات ابني. هي مش بتشتمني يعني بصراحه، يعني هي كويسه، بس شفتها مرتين بتشتمني، وشفت بنتي في حفره كبيره وقدام بيتنا، غويطها قوي جامد جامد، وشفت يعني حوالين مننا كده حته وسعايه كبيره شفتها محفوفه كده بدخان، ومرات ابني ديت شتمتني، فهي شتمتني. انا يعني حاولت، انا كنت عايزه اقول لجوزها بس في نفس الوقت مش عايزاه اكلمها. هي لما بتكلمني وشتمتني كده، قلت هو سمع، قلت له والله ما تكلمها ولا تيجي جنبها، انت مالكش دعوه. فشويه وبصيت لما لقيت بنتي فضلت نزلت في الحفرة دي، بس فضلت تردم فيها بالطينة، تردم فيها تردم فيها لحد ما الحفرة عليت، بس بنتي يعني ما عليتش على الحفرة، بقي فيها يجي كده متر ونص وهي واقفة فيها، بس الدخان كده محاول حتة كبيرة قدام بيتنا كده، بس دخانة شكلها كان مرعب بصراحة. طيب جميل، خلاص. خلاص طب خليكي بقى معايا. هو طبعا انت كنت في يوم من الايام انت ايه، ما انت متجوزه، انت في يوم من الايام كنت عروسه واتجوزتي، كنت نفسك يبقى ليكي وضعك وشخصيتك وكلمتك، وكنت عايزه تبقي ست بيت بعد ما جايه من بيت من بيتكم، ما كنت ست بيت وما كانش ليكي راي في اكتر مواضيع، بس عايزه مع جوزك يبقى ليكي راي وشخصيه ووضع، تبقي واحده شقيه، مش عيب، ده لا حقك. لما هي تيجي تشتمك ويكون في حفره وكلام من ده، فهو بيدل على الواحده اللي هي عايزه يكون لها وضع وشخصيه، محتاجه تاخد الفرصه، محتاجه تتناقش، محتاجه ان رايها يمشي شويه، عشان بدات تحس بقله الثقه في نفسها. الدخان اللي هو طالع ده من الحفره، مش هو طالع من الحفره؟ لا بيحس حوالين المنطقة اللي قدامنا بس بعيد عننا. طيب بعيد عنكم وفي دخان قدامك، فبرضه هرجع واقولك ان اي تصرفات منها من غير ما تتكلم تحس بيها، هي مش قصدها، ولكن هي واحده بتقول انا موجوده بس والله احنا مش مقصرين معاها، والله بس. هي فعلا ما بتتكلمش، بس احنا مش مقصرين معاها، وهي بتحترمنا واحنا بنحبها اقعدي والله. بصي بصي، علشان تبقى انت ضميرك مستريح، لما تكوني قاعده في موضوع ولا قاعده في قاعده ولا قاعدين بتاكلوا تشربوا، لا ايه رايك، طب مش عارفه ايه، طب بقول لك ايه، طب ايه رايك، وخدي منها حته راي، مشي لها حته راي، مشي لها اي حته كلمه صغيره، عشان هي تحس ان هي فعلا واحده موجوده، مش يلا انت اعمل كذا وانا اعمل كذا وهي اختك تعمل كذا وابوك يعمل كذا، طب وهي الست دي، ماشي فاعملوا لها وضع شويه. يعني انا عارفه ان انت كويسه جدا، وانا عارفه ان انت عايزه ابنك يكون مرتاح، ربنا يكرمك يا رب. ولكن هي كمان يعني بنتي، يعني هي كمان اخوتها بنتي حبيبتي، اديها رأي في اي حاجه، حتى يا ستي لو في اكل النهارده نعمل ايه، اكل النهارده هنعمل كذا يا ماما، خلاص يا حبيبتي نعمل كذا، عشان تحس ان هي في وسطيكم. شكرا جدا، وربنا يسعد لكم حالكم وحياتكم يا رب العالمين. اما الحفره اللي موجوده ديت، هي بيدل على نبذات الشيطان، على ان الحفره دي بيدل على المكيده وعلى المكر، وبيدل على الخداع، وبيدل على حاجات كتيره جدا. طب في دخنه وفي شتيمه، لا يبقى الرؤيه عندي تختلف في ايه؟ ان هو بيدل على ان انت ممكن مثلا بعض التصرفات وبعض الحركات وبعض الحاجات منها تزعلك، وفعلا تزعلك من جواكي، وفعلا تتغيري، وفعلا ما تضحكيش،
وفعلا تديها وش. لا، ما هي غصب عنها، ما هي عايزه تعبر عن نفسها باي حاجه، حتى لو الحاجه طلعت بقى غلط هي عايزه تعبر عن نفسها باي حاجه. خديها واحده واحده، خديها بنتك، خديها حبيبتك، خديها صاحبتك، وحاولي ان انت تحسسيها ان هي موجوده باي كلمه، باي تصرف، باي حاجه ينوبك صوب فيها، عشان طبعا خاطر ابنك في الاول وفي الاخر. هرجع للي هي الرساله اللي هي كانت بتقول لي، اللي هي بتشوف الحب والكلام الفاضي ده كله. هو طبعا انا مش بقول كلام فاضي، لكن انا بقول لو بالحلال يكون افضل واحلى. لو يكون الضمير سليم افضل واحلى، بس احنا الضمائر مش عارفينها دلوقتي. الضمائر دلوقتي بقت متلونه، والابيض اخر درجه فيهم. احنا ما احناش عارفين الدنيا فيها ايه دلوقتي، واللي بتقع فريسه اكتر البنت، واللي بيضيع وقته الولد. فربنا يا رب يهديه. والمشكله ان هو في الاخر لو شاف الوضع اللي هو بيعمله مع البنت دي، مع امه ولا اخته ولا بنته لو متجوز ولا اي حاجه، مش هيستحمله. فعشان مش هتستحمله، عشان ربنا ما يكتبهوش عليك وانك تشوفه، خلاص ما تتلاعبش باي واحده بنت خالص، او اي واحده ست لو انت متجوز. اللي عايز الحلال ومعجب بواحده يتقدم على بيتها على طول، ويقرا الفاتحه بتاعت ربنا وخلاص، يبقى هو كده ماشي على نور، حب زي ما انت عايز. طيب ما فيش ولا دخل البيت ولا فاتحة ولا لسه عايزه اكون نفسي، خلاص روح كون نفسك، وبعدين ابقى تعالى ارجع اتكلم مع اهلها، وانا عايز بنتكم وانا شاري بنتكم، وبعد كده روح شوف اللي وراك، وبلاش حته التليفونات الكتيره. وربنا يهدي الحال يا رب العالمين. هاخد ام عمر. سلام عليكم ام عمر. محمد ايه، محمد ام محمد حبيبتي، نورتيني، اتفضلي. الحمد لله رب العالمين. لو سمحت، انا في حلم كنت شافه من سنين يعني. اتفضلي. بس هو الجزئيه اللي فاكرها منه ان اللي هي الممثله سميره عبد العزيز جت قالت له اسم كده اسمه الجعفران جعبنوت. الايه؟ جعفران جعبنوت. الزعفران؟ جعفران الجيم المعطشه. جعبنوت. وانا كنت حامل في الوقت ده، مش عارفه هو ربط ليه الحلم بالحمل بتاعي يعني، بس هو مش فاكره بيت الحلم يعني. ها، بس انا عايزه اعرف هل في حاجه ثانيه. وانا برضو وانا برضع بنت ديت، كنت يعني بنيمها، فانا يعني ايه اتكأت كده ان انا بنيمها على جنب كده، فجاه زي ما اكون حد، زي ما اكون حاجه لابسها يعني، واحد طفل لابسها بيقول لي انا بحبكم، انا بحبكم مرتين اثنين. ما هي خلاص هي اتعرفت اصلا من الاسم الاولاني. ايوه، اللي هو اللي هو اللي زعفراني ده. لا، جعفران. جعفران الجعفران دي معطشة جعفران. هو شافه قبل ما يتجوزك؟ لا، ده انا كنت حامل في بنتي الاخيره. وربط الحلم ده بالحمل. طب يعني هو الاول انا عايزه اعرف انتظامكم في الصلاه عامل ايه؟ ايه الصلاه طبعا. لا والله الحمد لله رب العالمين، التزام يعني، الفجر في وقته وقيام الليل وقران ورد ورد يعني، اللي انا موجوده على طول في اليوم والحمد لله رب العالمين، وانا منتظره وجودي تاني كده يعني. طيب هو بصي، هو انتوا عندكم مس والله اعلم. وهقول لحضرتك حاجه، فانا بنتي دي تعبانه، بنتي عندها 16 سنه دلوقتي وتعبانه لحد دلوقتي، فانا مش عارفه. ما هو مس هو انت عملت لها حجامه ولا عملت لها رقيه شرعيه ولا اي حاجه؟ لا والله، ده عملت جراحه قلب وعملت حاجات، هو عندها يعني نقطة حاجة في جسمها، فهو عامل لها مشاكل كده، فهل فعلا يكون الناس عامل كده؟ اعملي لها، طب بصي هقول لك على حاجة. طب اعملي لها رقية شرعية، بس انت اعملها لها انت. اعملي لها رقية شرعية، وحاولي توديها لدكتور الحجامة، تعمل لها حجامة. وان شاء الله بأمر الله هتتبشري بشرى طيبة جدا جدا بيها ان شاء الله، لأن دي مس، لأن انتوا عندكم مس، عندكم مس في حالاتكم، في كل انتوا عامة البيت كله بأجمعه فيه مس، ولكن ممكن تكون المصابة أكتر بنتك. بس هي بقت صابت، هي بطني. طبعا هو ممكن الجن يمسك، فيمس الجنين. طبعا، لان هي ما بتطولش، زي ما بتزيدش اصلا يعني. بصي هو الجن بيبقى ليه مشاكل وليه اسباب في حاجات كتيره جدا، هي بتبقى مشاكل، ولكن الانسان بيتناساها وبيتغاضى عنها، فالمواضيع بتكبر. فهو المفروض المس المفروض خلاص بيلعب مع الانسان شويه ويسيبه يمشي، يعني بيأذيه شويه وخلاص وبيروح لغيره، لكن انتوا المس بتاعكم قائم معاكم لحد دلوقتي، لانه عامل لكم مشاكل. فدلوقتي المطلوب ايه؟ المطلوب رقيه شرعيه لبنتي انا اعملها، المطلوب حجامه لبنتي اعمليهم، وبعد كده تابعيني وكلميني. المس دوت يخلي ينزل يعيب خلقي، يعني حاجه نقص معينه في جسمها، نقص هرمون معين في جسمها. بصي هو المس او السحر او الحسد، اي حاجه تخص عالم الجن بيعمل كل حاجه.
طبعا كله بامر الله، كله بامر الله، مشيئه المولى عز وجل، لكن هي بتكون بس اسباب مش اكتر، لكن طبعا كله بامر الله. طب احنا لنا سبب تاني ان احنا ناخده، اللي هو ايه؟ ان هو القران الكريم. والله ما شاء الله تقوم في البيت على طول، وانا بعمل لها يعني بشغل روح شرايه في البيت بيها ولاخواتها، فما بتحس ما حسش بيها بحاجه. طيب هقول لك، ابدأي النهارده وانت الاعراض والحاجات اللي انت تشوفيها حاولي تتواصلي معايا فيها وانت هتقوليها. هتواصل مع حضرتك؟ بتواصلي وقولي لي انا عملت كذا كذا، انا شفت رؤيه كذا، البنت دي انا بدأ يظهر عليها اعراض كذا، يعني نحاول ان احنا نكون متواصلين لحد ما تشوفي بنتك اخبارها ايه. ماشي حبيبي. لان انت ممكن بتحكي رؤية لي، انت بتحكي لي على مشكله موجوده من زمان. فربنا يا رب العالمين يرفع عنكم هذا البلاء. شكرا ليكي جدا يا ام عمر. بالنسبه لام عمر، هو الجن بيعمل حاجات كتير، بيعمل حاجات كتير طبعا، بس كله باذن الله وكله بامر الله وكله مشيئه المولى عز وجل. لكن احنا بناخد الاسباب. في طبعا جن كتير جدا، وفي ناس كتير جدا كانت بتشتكي باعراض عندها، ويروحوا للطب ويقول لهم اكتر من دكتور، الدكتور يقول لهم لا ما فيش حاجه، لا مش باين حاجه، رغم ان هو تعبان وبيصرخ بس ما فيش حاجه. طب هو ده بيكون ايه؟ بيكون جن طبعا، لا هيطلع في اشاعه ولا هيطلع في حاجه، هو بيكون جن. جن مثلا يعني ربنا يعافيكم رب العالمين، قعد على كليته مش عارفه ايه، في ظهره مش عارفه ايه، فده بيبقى جن. اما بيبقى حد ربطه على الشخصيه ديت في حته معينه في جسمه، يفضل مألمه وما يلاقيش الطب، ما يلاقيش عنده اي حاجه، ويتبقى المشكله قايمه على طول. اما بيبقى مس، اما بيبقى حسد. هو الجن بيعمل، هو الجن بيعمل، ما هو عدو لنا الى ان تقيم الساعه. فاي حد يشوف اعراض عنده، او يشوف حاجه، او يشوف احلام زي ديت، وحاجه تخرج من بنتك وتقول ان انا بحبكم وبحبها، لا يبقى في حاجه، يبقى قارنها مأذي. ولما قارن الانسان يتأذي من جن، فبيعمل خلل في الانسان نفسه، يعني بيعمل خلل في الانسان نفسه، خلل ممكن تكون في اعضاء جسمه، في نفسيته، في حياته، في مسيرته، في كل حاجه. ارجع واقول في الاول وفي الاخر كله باذن الله، ولكن احنا بناخد بالاسباب، وربنا يرفع عنكم يا ام عمر يا رب. كده خلصنا انت رسالتك كده، اللي هي بتقول اللي انا بحبه بحبك والكلام ده كله. قلت الحلال بيتك، الحلال اهلك، الحلال شرع ربنا. مش قادر وظروفه وحشه، يتكلم مع اهلك ويتوكل على الله. خلاص يبقى انت مربوطه ليه. ما يضيعش وقته والتسليه ويقول لك ان انت ليا وانا ليكي، والقصه اللي هي بتاعت الافلام بتاعت عبد الحليم حافظ والقصص اللي هي القديمه دي اللي احنا لحد دلوقتي عمالين لسه بنعيشها، كل ده غلط، كل ده غلط. وحتى اكتر الناس اللي هم على الصفحه اللي انا بقرا احلامهم، وان انا ببقى عايزه اوصل احلامهم، انا مش بتكفيني الكلمتين اللي انا بفسرهم لهم واقول ايه؟ لا خير ان شاء الله، بس اصبري وان شاء الله هيجي لك، لكن خلي بالك من كذا كذا. لا انا عايزه اقول لك افصلي، لو انت عايزاه وشارياه وحباه وبتتمنيه، اطلب من المولى عز وجل، قولي يا رب لو خير قدمه لي، شر ابعده عني يا رب. واتمني بس مع نفسك عشان ما تتوجعيش، خليك الامنيه مع نفسك عشان ما تتوجعيش. عشان كم من اكتر من شاب واكتر من راجل في الاخر يقعدوا واحده ويسافروا ويتجوزوا غيرها، او ان هو يتسلى بيها شويه. وكما تدين تدان، يعني اللي انت بتعمله هيتعمل فيك، يعني اللي انت بتعمله بالظبط هيتعمل فيك. اوعى تفكر ان ربنا بيسيب خالص، لا خالص. والبنت برضو والست تخلي بالها وتكون حذره قوي قوي في المواضيعات دي جدا. ظروف الدنيا صعبه والبلد صعبه، هو بيدخل يتحجج بالحته دي او بيتحجج معاكي بالحته دي، طب انا هاجي لاهلك ازاي؟ طب مش لما الظروف تبقى كويسه، طب ما احنا مع بعضنا اهوت لما ظروف. لا انت مع بعضك، انت مع نفسك، انت اقف كده في المرايه قدام نفسك ويبقى انت مع بعضك في الخيال، لكن معايا لا ما ينفعش، عشان هو كده تسليه علني. يعني هاخد اتصال من معايا. السلام عليكم، ازي حضرتك يا استاذه منى؟ اهلا بيك يا حبيبتي، نورتيني. ربنا يخليك يا رب. اتفضلي. لو سمحتي احنا عندنا مشكلة وكنت عايزك حضرتك. طيب حاضر، بصي بعد الهوا على طول ارجعي تاني اتواصلي في الكنترول، وانا هكلمك من الكنترول من جوه لو انت حابة تكلمي بيني وبينك. هو حضرتك نوع المشكلة، اختي عندها سحر وكده، واحنا كلنا مأذيين، يعني في حد معين بيعمل الحاجات دي هو اللي بيأذينا. حاضر، انت اسمك ايه؟ انا اسمي اسماء حضرتك. حاضر يا اسماء، بصي علشان ايه؟ عشان بتبقى فيه ضغوطات في التليفونات بعد الحلقه، انت ممكن بعد الحلقه على طول رجعت توصلي اتصلي في الكنترول جوه، وانا ادخل اكلمك قبل ما امشي وكده، ونرجع تاني برضو نتواصل ان شاء الله. طب هي ما ينفعش لو ما عرفتش تتواصل مع حضرتك ممكن تقولي لي تعمل ايه هي؟ طيب انت تتواصلي معايا يعني؟ لا
لا يعني هي تعمل ايه حتى لو معرفتش اتصل مع حضرتك، لان ما هخلص رصيد اهو يعني. لا هي تعمل ايه؟ طبعا هو انتظام في صلاة، طبعا محتاجة اعرف الرؤى بتاعتها ايه، طبعا هي الاذكار. حضرتك احنا عرفنا ان هي عندها عشق يعني من الجن وكده، ومع مسخر عليها وسفلي، طب عرفتوا منين؟ عرفنا من حد قريبنا هنا يعني قريبكم ده بيشتغل ايه؟ بيعالج بالقرآن برضو يعني. طب بيعالج، هو معالجهاش ليه؟ احنا مع حضرتك يعني البيت مرفض ان الموضوع ده يعني، ما حدش متفاهم الموضوع ده. بمعنى يعني هما مش ايه، يعني هما مش معتقدين في المواضيع دي؟ حاجة زي كده يعني. لا خلوهم يعتقدوا في المواضيع دي، ولو الحد ده بيعالج يبقى هو يتعالج، لان بيبقى فيه ناس بتبقى ماشيه ببرنامج معين للعلاج مع ناس معينه، وبيشوفوا خلال الفتره دي الاحلام بتاعتهم هي اكبر دليل على شفاهم والامر اللي هم فيه. فانا مش عارفه ايه نوع الاحلام اللي هي بتشوفها. طب هو قال عشق من الجن وتسخير وحاجات من دي، عشق من الجن يبقى انا عندي اعراضه، اعراضه اللي هي ايه؟ دايما طبعا العشق من الجن مش حب، يعني هو مش بيحب الجن، مش بيحب الجن، بيأذي. عشق يعني اذى، يعني الانسانه دي بيعطل حالها خالص، بتبقى مربوطه له بتاعته، بيوقف لها حالها ومسيرتها، وبيخلي اللي يشوفها يبقى فيه عنده حاله اشمئزاز، حالها دايما بيبقى واقف، ملهاش نفس ان هي تعامل اللي حواليها، في نفور من اللي حواليها ليها، هي ما من جواها ما فيش فرحه بتدخل لها، دايما موضوع الجماع في الاحلام كتير جدا، دايما بتحس بخرابيش او اي حاجه في جسمها، دايما بتصحى من النوم كان في حد متواجد معاها جنبها على السرير. الحاجات دي كلها اعراض العشق ده، وفي اكتر واكتر واكتر كمان بكتير، او على حسب الانسان وعلى حسب النوعيه اللي داخله لها، عشان العشق من الجن بيبقى ليه نوعيات كتيره جدا، على حسب طبعا بتتفاوت القوة بتاعته، بتتفاوت المدخل العلاقة بتاعته للإنسان على حسب ايه. غناها في الحمام، لو بتتكلم في الحمام بتغيب في الحمام بلاش، تبص في المراية كتير بلاش. كل الناس اللي عندها مرايات في أوضة النوم والمراية تكون قدام السرير ومعاها أطفال أو اللي هي نايمة. هرجع أقول بعد الاتصال. مريم السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذه المعمورة؟ الحمد لله رب العالمين. حبيبتي اتفضلي. بصي انا عندي اكتر من حلم صغيرين. حاضر. بصي، اول حلم انا شفته زي ما يكون عمي، زي ما يكون عيد، وعمي زي ما يكون جايب كرتونه لبابا من الصعيد، فبابا طلب مني ان انا افتحها، فانا فتحتها لقيت فيها زي الكرتون العالي ده، ولقيت فيها زي الفيش بتاع الصعيد بس شكله حلو قوي كده، وزي كرتونه جنبها بس زي ما يكون معاها فيها بسكوت على شكل نجوم، فانا ماسكاهم حاجه في ايديا زي ما تكون سخنه او دافيه او لسه طالعه من الفرن، فانا بقول لبابا هو لو واجه الحاجه دي اول مره يعملها، دي طازه وحلوه وشكلها الحاجه حلوه قوي، وانتهى الحلم ده كده على كده. طيب بصي، هو الله اعلم الكرتونه والحاجه الحلوه واللي شكلها حلو دي كلها، فهو بيدل والله اعلم. كل ده بتديني رساله ان برضو هيحصل خبر ومناسبه عندك كويسه. كل الحاجات اللي بتتاكل اللي جوه العلبه ديت هي بتدل على السبوع وشنطه السبوع، يا رب اسلم. فدي بيدل على السبوع. طب حته ان عمك اللي جابها مش عمك؟ طب وكان جايبها لوالدك؟ جايبها بابا، بس بابا قال لي انت اللي تفتحي الكرتونه. قال لك افتحي انت الكرتونه. طلب طيب مني ان يبقى انا افتحها. الخبر يخصك انت، يبقى خبر طيب يخصك انت، واصلا وجود الاب في الحلم فهو بيدل على الامر القوي، الامر المكتوب ان شاء الله، اللي هي الحمل. يا رب يا استاذه منى، يا رب ان شاء الله حبيبتي. بصي، تاني حلم بقى، جارتي امبارح اخذت اجازه من شغلها وقعدت تستنى حضرتك، وحضرتك ما جيتيش على الهوا لا امبارح. حول الله يا رب. والله زعلت قوي. فبصي، هي شافت حلم، شافت زي ما يكون حد جالها البيت، فزي ما يكون بتوع التعداد داخلين عندها البيت، فبيقول لها مين عاش في البيت ده؟ فهي حتى ما لهمش اولاد، عندها بنت وولد، قالت لهم انا وجوزي. فدخل واحد على النيش عندها بيفتح، فقالت له انت بتعمل ايه؟ قال لها لا، ما احنا لازم نشوف ايه وضع المعيشه عندكم. زي ما يكون خالها كان قاعد في اوضه النوم، ودخلت واحده قالت لها احنا لازم نصور. فدخلت على الصاله عندها قالت لها لا لا لا، ده انت هنا عندك فخامه ما ينفعش كده، هيزودوا عليكي المبلغ. فدخلت على الليفنج عندها راحت مصوره صوره، فقالت لها طب عايزين نصور اوضه النوم. فراحت قالت لها لا، ما انا اوضه النوم بتاعتي غاليه. قالت لها خلاص نصور اوضه نوم الاطفال. فدخلت على اوضه نوم الاطفال تصورها، زي ما تكون هي ساكنه اصلا على النيل، فزي ما تكون شدد الستاير علشان ما تبانش ان هي على النيل ويعرفوا ان الشقه دي غاليه. فقالت لهم طب استنى شد الستاير، زي ما تكون صوروا صوره ورجعوا تاني عشان يصوروا صوره تانيه، لقيت اوضه الاطفال عندها اتملت كراسين زرقاء كتير قوي. فزي ما يكون حد جابها لها، هيشيلها عندها اخوها، هيشيلها عندها امانه. فهي بتقول ايه ده الكراسين دي كده ليه؟ انت عامل مالي لي الاوضه ليه الكراسين كده؟ قال لها هاخدهم منك بس مش دلوقتي. وبعدين جوه الكراسين ده بتقول لي شايفه زي ما يكون فيها كوفرتات وفيها بطاطين كلها الوان كتير قوي، حاجات شامه قوي.
وكان معاها خالتها ومعاها ناس تانية في البيت، وانت الحمد على كده. طيب بصي، صلى على النبي. اسف اسف. هو طبعا هو حته الشقه والتصوير والناس اللي داخله والكراتين الزرقاء والحاجات في الاخر اللي تطلع دي كلها، ويقول لها هاجي اخد من عندك حاجات، وكل ده هو بيدل بس على ان هي بس محتاجه ان هي تتحسن شويه الاول. ده تحسين، لان الصور في الاحلام مش حلوه. اما موضوع الحاجات اللي كانت محطوطه عندها في البيت، هي بتديني اشاره لحاجه واحده، ان ربنا يوسعها عليها. يا في رب امور كتير جدا هي عايزاها وبتسعى عليها، ربنا هيديها لها ان شاء الله. يا رب. بس انا محتاجه منها للابتسامه، للابتسامه. ايوه. قولي لها ابتسمي، قولي لها افرحي من هقول لك. جوه، قولي لها افرحي من قلبك، خلي ايوه قلبك صح. يضحك. عشان الكراتين اللي عندها في الاوضه ولونها ازرق وحاجات من دي في الاخر بتطلع مفرش، قولي لها ربنا هيسترك ان شاء الله بامر الله، بس خلي قلبك يضحك من جوه. ايوه. فهي دي طبعا نصيحه مع بشرى ليها، فانت بقى ان شاء الله اللي تبشريها يا مريم. ان شاء الله. وهي برضه الحلم التاني ليها شافت نفسها بتقول لي نايمه على السرير وجنبها منى العراقي اللي هي المذيعه دي، فبتقول لي هي عماله هي بتبصها ودي بتبصها وتقول لها انا بحبك، فبتقول لها على فكره انا ما كنتش بحبك في الاول بس انا دلوقتي بحبك. هي جارتي دي بتقول لمنى العراقي، وعمالين يبصوا بعض على السرير جميل وبيحضنها. قوي، جميل قوي. بص والله اعلم منى من التمني، وان واحده طبعا معروفه ومشهوره بتبص وكلام ده، فبيدل على الخبر السار اللي هيتعرف على الملأ، خبر على الملأ، خبر هيفرح الكل، هي هتقوله خاصة يعني. في معيشتها في حالها. ايوه فقول لها في خبر ان شاء الله هيجي لك على الملأ، وربنا يا يسعدك رب. بأمر الله. بس ترجع اقول برضو الابتسامة وقلبها يضحك شوية. لا حاضر ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. هي بقى عايزة هتموت وتكلمك، هتكلمك بقى ان شاء الله الثلاث الجاي ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، ربنا شكرا يسعدك. لك، شكرا لك يا مريم، نورتيني، شكرا لك جدا، مع الف سلامة حبيبتي. نرجع تاني لموضوع العشق اللي هو عشق الجن، اللي هي كانت امه، اللي هي كانت اسماء، كانت اسماء بتتكلم فيه، وبرده كانت ام عمر برده معانا في نفس القصه برده. زي ما انا قلت، العشق ليه حاجات كتير قوي، ليه مداخل كتير قوي، وليه اشكال كتير قوي، وليه قوات كتير قوي، وليه اكتر من حاجه. ده العشق من الجن. يعني خلاص هو احنا نسيب حالنا ومالنا واكلنا وشربنا ومصالحنا ونقعد للعشق والحسد والمس؟ لا، احنا مش هنقعد له. لكن هي لو جه وحسنا ب وحسينا بافعاله واوضاعه والاحساس بتاعه موجود معانا، نبدا ان احنا ناخد خطواتنا، او نبدا ان احنا نشوف نفسنا ايه فيه غلط ونصلحه. هو احنا ممكن نغلط علشان الحاجات دي تدخل؟ طبعا، ده احنا اكتر ناس بنغلط 24 ساعه احنا طبعا. طبعا الصلاه في انتظام دي مطلوبه جدا. طبعا احسن حاجه واجمل حاجه ان الانسان يغلط ويستغفر ربنا ويرجع لربنا، ويستغفر ربنا ويرجع لربنا، قلبه حي وضميره حي. مفيش حد فينا اسمه مش بيغلط، وانا كل الحلقات بقول فيها الكلام ده كله. زي ما انا قلت، اللي بيكون عندها مرايات ويكون عندها في التسريحه بتاعتها مرايه، او عندها مرايات في السرير وحاجات من دي، وانت نايمه غطيها، لان انت ممكن تقومي مره واحده فتبصي عليها، فهم بيبقوا قاعدين جوه. الجن بيبقى قاعد في المرايات، في الحمامات، في دركان، في الضلمه كده كده كده، فهو الليل بتاعهم، الحياه بتاعتهم، المعيشه بتاعتهم بالليل. فانت ما تهجميش عليهم. طب انت لو هاجمتي، طب سمي الله، قمت نزلت رجلك من على السرير، سمي الله، المرايه سمي الله، اي حاجه تسمي الله، علشان تتفادي الاذى بتاعهم. لان هم كده، انت هم كده ما اذوكيش، ده انت اللي بتاذيهم، انت اللي بتكشفيهم، وربنا جعل بيننا وبينهم حجاب. يبقى احنا عندنا المرايات نغطيها. هاخد اتصال مين معايا؟ الو، السلام عليكم. دي دوايك. اتفضل الو. اتفضلي. ايوه، عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. عندي مشكله عايزه اقولها. ممكن؟ حاضر. انت عندك برد؟ الف سلام عليكي. انا بحبك مشكله جدا. ايه؟ انا بحبك. وانا بحبك. انا حلمت ان يكون انا راكبه عربيه واخواتي فيها، ويكون معايا واحده صح، يكون واحده مسيحيه ومعاها بنتها، وبنتها دي تبقى صاحبتي في المدرسه. بس كده. حمام، انت عندك كام سنه؟ 11. 11 سنه؟ يبقى انت ما رحتيش النهارده المدرسه بقى. ايه؟ انت ما رحتيش المدرسه النهارده؟ بس عشان اقول لك الحل. قعدت عشان تقولي الحل؟ يا نهار ابيض يا حبيبه قلبي. حاضر، طب قولي الحلم تاني. بس حلمت بيكون احنا في العربيه، اخواتي وانا في العربيه، واحنا مسيحيه وهي وبتاع بعيدة، وهي البنت دي تبقى برضه صاحبتي في المدرسه.
بس كده، هو ده الحلم اللي حلمته. طيب بصي يا بطوطه، هو الحلم بتاعك جميل قوي. في ايه؟ العربيه انت واخواتك هي الحياه والمسيره بتاعتكم، وواحده مسيحيه، المسيحي يعني نصراني، ونصراني يعني نصره، يعني ربنا ينصرك انت واخواتك. وبعد كده وهو اخويا عربي كان بيسوق، بس انا استغربت ازاي بيسوق هو. هو عنده كام سنه؟ عنده، هو اكبر مني بسنه. طيب هو ما شاء الله عليه، هيبقى راجل شاطر وجدع وهيحافظ عليكم طالما هو اللي بيسوق. واقول لك على حاجه كمان، حلمك جميل وانا بحبك، ايه رايك بقى؟ ماشي يا حبيبه قلبي، ربنا يسعدك يا رب. شكرا لاتصالك الجميل يا قمر، جميله وبنوته، وربنا يشفيك يا رب العالمين، البنات دول عسل. طيب يبقى احنا كده قلنا على موضوع المرايات، في المرايات في اوض النوم، والمرايات في الحمامات، والحاجات دي كلها تتغطى ونسمي بالله عشان نتفادى المواضيع دي كلها. طيب موضوع الرقية الشرعية، وموضوع البرنامج اللي اي واحدة ممكن تمشي عليه، لو راحت لراقي يرقيها بالرقية الشرعية، ولا راحت لمعالج. انتوا طبعا بتبقوا فاهمين وحاسين وواخدين بالكم من الناس اللي انتوا رايحين تتعالجوا عندهم. الراقي طبعا سبحان الله، يعني انا بقول ان احنا كلنا بيبقى عندنا شفافيه في اي حد رايح لمعالج او راقي، وبيحس بيه الراجل ده جد ولا لا. طبعا واكتر الناس بتيجي تتكلم بالقران وكلام من ده، ولكن مش عارفين بعد كده بتلاقيهم بيسكتوا في نص القران ويبداوا يتمتموا حاجات من دي مش مفهومه. قوم على طول وقول له ده انا ارقيك، قول له ده انا اللي عامل لك الرقيه الشرعيه على طول. يبقى الانسان ده حد بيشتغل بطريقه غلط. القران بصوت عالي بيهز المكان، حد انت بترتاحي له، حد قلبك بيكون مطمئن له، حد انت بتحسي من عنده ومشيتي بتحسي ان ربنا شفاكي. فهي ده بتبقى احساس من جوه، لان دلوقتي طبعا في معالجين كتير جدا، نص البلد بقت معالجين، يعني علشان الحاله الاقتصاديه بتاعتنا والدنيا فيها مشاكل والظروف صعبه، فنص البلد دلوقتي بقت معالجين. طيب جميل وكويس وحلو، يبقى احنا نخلي بالنا من الحته دي، وربنا يهدي الحال يا رب العالمين. هاخد رسالة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. عبير بتقول حلمت اني عندي جلد ماعز، وكنت عاوز استبدله بجلد غنم، ودي كانت امنية حياتي في الحلم، فذهبت الى جزار عندنا وقلت له ممكن ابدل الجلد ده، فقال لي ماشي لكن اوعي ترجعي تاني في كلامك، وفعلا استبدلت الجلد. والله اعلم، بيدل على هتستمد شخصية قوية، هتكون شخصيتك قوية، عشان الماعز بالغنم هو بيدل على القوة مع الستر. يعني انا واحده ابتديت ان انا اتكلم في مواضيع وبجراه، ولكن بتكلم بادب وبستر، المواضيع مستوره مقفوله محترمه كويسه، ولكن بقولها بقوه. يعني بتكلم ممكن الكلمه تكون الكلمه مقفوله ولكن قويه قوي. فاللي بيفهم هو اللي هيفهمها بقى. في ناس تقول ايه تاني تكرار، تاني عيدي، تاني فهمي. طب لا، هو في كلام بيبقى مستور، لان في كلام ما ينفعش ان هو يتفتح ويتحكى كتير قوي. لا، هي بتبقى مقفولة، والكلمة بتبقى خير دليل على أخلاق وعلى عنوان صاحبها زي ما بيقولوا، فكده يعني. فدي بيدل على انك انت تستمدي شخصية قوية من اول وجديد تاني لحياتك، وهتعملي مواقف كتيرة قوي ما كنتش بتاخديها خالص، وربنا يسهلك عليك يا رب. رسالة بتقول بنتي حلمت بواحد بتتمناه وهي معجبة بيه، برضو معجبة بيه، وهي معجبة بيه جدا، وهو جارنا، ان هو جاي البيت ومعاه شيبسي. طيب احنا قلنا اتكلمنا في اول الحلقه عن مواضيع الحب، واللي هو بيقول انا بحب والكلام ده كله، وعرفنا ان هو راجل بيحلف بشرفه، نقول له ما اعرفش والله شرفك، احنا اتفقنا على كده، ده اللي بيقول ان انا بحبك، بيحب يدخل البيت. طب اللي هي بتقول دلوقتي ان هي شافت ان هو بيقول ان هو ان هي معجبه بيه وهو معجب بيها، وجارنا ودخل عليها بشيبسي، تسليه على طول، تسليه. الشيبسي مش أكلة، هو حاجة كده إيه، مسليات يعني، عادي، إعجاب، هو إعجاب يعني، نظرات يعني، كلام من ده، آخرته برضو مش حلو يعني، آخرته برضو مش حلو. ال 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 الحب بين الطرفين ده بيبقى ليه مميزات وليه صفات وليه أفعال كتيرة قوي، مش كلام ومشي حالك خالص. أول الحب بين الأطراف الصحيح المبني على الشرع والمبني على القواعد الدينية والأخلاقية هي بيدل على الاهتمام واحترام الأهل واحترام الشخصية، وان هو ما يبتزاش في حاجات في نفسها ان هي خلاني هي تعملها وهي المفروض ما تعملهاش ليه دلوقتي خالص. اظن دي وصلت يعني، ما يبتزهاش. ودلوقتي لما حد يكون حتى معجب بحد او حابب حد، مش هقول حابب لان ما فيش حب وهي بتبقى تسلية، اقول معجب بحد وكلام من ده، وكلامه حتى على الفيس او على كلام من ده، ويقول لها ايه
طبعا ده احنا عايشين وده واقع 24 ساعه. طب ابعتي لي صورتك. انت مش واثقه فيا؟ طب تعالي نتكلم، مش عارفه ايه، مش عارفه. هو انت مش واثقه فيا؟ اه ما هيش واثقه فيك. هو انت ايه ده، انت شطان. طالما انت طلبت كده اي تبقى انت شطان طبعا. اه مش واثقه فيك طبعا. هي للاسف بتقع في الغلطه دي. هو بعد كده هيجي؟ لا ده مش بعد كده هيجي، هي صوره في مش عارفه في ايه، فمش عارفه في ايه، فمش عارفه في ايه كده، خطوات هو بيعملها عشان يطلع للدرجه اللي هو عايزها عندك. وفي الاخر هيجي؟ لا هو مش هيجي لانه مش لاقي ياكل، فهو مش هيجي. هو لو لاقي ياكل هيروح البيت وهيتقدم، وبدل ما تبعتي لي الصوره وكده، طب ما انا اروح عند اهلها واقعد واشوفها واتكلم معاها، لكن هو مش هيجي. فاحنا عايزين نركز في النقطه دي كتير جدا جدا جدا، عشان طبعا احنا فاتحين الفيسات بتاعتنا 24 ساعه وبنشوف المواضيع دي وبنسمعها وبنقراها وبنتشاور فيها مع ناس كتير قوي، وبنلاقيها ان هي اخطاء بتقع علينا كل دقيقه، فعايزين نمنعها برضه. تمام؟ وانت برضو اللي هو بيبقى متجوز ويجي يكلم واحده ويقول لها انا عندي مشاكلي، واصل مراتي مش عارفه ايه، ومراتي مش عارفه ايه، اصل مراتي مش كده، يعني يبدا يقول عنده مشاكل كتير قوي 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 قوي. هو مش بيتكلم معاك عشان يفضفض معاكي، لا هو بيتكلم معاك عشان خاطر هو يقولك ان انا موجوده، مش ارتياح. لا يا مدام منها، مش الناس كلها كده. اه ماشي مش الناس كلها كده، بس انا بقول على 90% هو مش ارتياح. هو بس بيقولك انا موجود، انا ببص لك انت، عشان انت في الاخر هتقولي له يا حرام، فالطبطبه على كتفه، وبعد الطبطبه خلاص الدنيا بقى هتمشي لمتجه تاني خالص احنا مش عايزينه. وانت ما تحكيش لواحد وتقولي له اصل انا وانا 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 وجوزي وجوزي وجوزي، اول خطوه ياخدها خالص ده انت، ده انت برقبته، ده انت ده انت ده انت ده انت، يبدا يحليكي قدام نفسك، وفي الاخر تبداي ايه، الشيطان يوديكي فين، هتسيب الراجل ابن الحلال اللي معاكي، الراجل الغلبان، وتبداي تبصي للشيطان، وهو ده حالنا اللي احنا ماشيين بيه. يبقى احنا هنخلي بالنا من المواضيع دي جدا. وانا حاسه اصلا الفيس ده شيطان، انا حاسه ان هو اكبر شيطان في الدنيا، هو ده، مش عارفه حاسه ان هو ده الدجال. ليه الفيس ده مشكله كبيره جدا جدا جدا. طبعا حتى الخاص والحاجات دي كلها، في ناس كتير قوي تبقى زعلانه وتقول ايه على الصفحات وكلام من ده، وحتى على صفحتي انا كمان، ما دام انا لو سمحت رد على الخاص. طب وبعد ما ارد على الخاص، طب ما انت عند العام اهو، طب ما تتكلم على العام وقول انت حلمك كذا 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 وانا افسره لك، ايه المشكله؟ هو الخاص ده هيفرق قوي يعني؟ مش هيفرق. ويا ريت الخاص بتبقى فيه حاجات كويسه، كلها حاجات مش محترمه. فاحنا عايزين نبعد عن الحاجات دي كلها، وعايزين نخاف من ربنا شويه، وعايزين نعرف ان انت احنا كل يوم بننام، فممكن تنام ما تقومش، ممكن انام ما اقومش، ممكن تنام ما تقوميش. فاعمل حساب الموتة الصغيره، النوم هو الموتة الصغيره، هنعمل حسابها ونخاف من ربنا. ودلوقتي احلى حاجه ان استبدلنا السلام عليكم بهاي. هاي دي مين؟ هو انت جاي منين؟ انت مصري؟ فهاي هاي، طب اصرفها فين طيب؟ فبحس ان الناس مش طبيعيه يعني. هاي هاي يا مدام منا، هاي ايه، هو احنا رايحين مش عارفه فين؟ لا عايزين نستبدلها بالسلام عليكم، مساء الخير، طب صباح الخير، طب اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك كده. طبعا محتاجين حاجات كتير جدا تتغير، ومحتاجين وعي، ومحتاجين ان حد يطلع ويفهمنا، وحد يطلع ويكلمنا، وحد يطلع ويقول لنا غلط وصح. انا واحده من الناس محتاجه 24 ساعه حد يفهمني ويوعيني ويعرفني ويقول لي الغلط من الصح. مهما الانسان بيكبر ومهما الانسان يكون عنده من علمه اي حاجه في اي حاجه، محتاج للنصيحه والمشوره كل شويه. هاخد اتصال، مين معايا؟ الو السلام عليكم. شاديه السلام عليكم، اتفضلي. حضرتك بس انا عندي حلم عايز احكي لحضرتك. اتفضلي. ربنا يخليك. كنت بحلم على طول ان انا ايه، في مجمع عمارات كده كبير قوي، وانا رايحه فيه ماشيه فيه، وكل شويه اطلع سلالم وافتح شقه واخشها واطلع تاني، والحلم ده اتكرر عندي كتير قوي. ان انت بتطلعي عماير وبتنزلي وبتطلعي؟ اه زي مجمع كبير مليان سلالم كده، وفي كلات وشقق فاضيه، وعماله ايه اخش الشقه ديت واقوم جايه سايباها وطالعه على سلم ورايحه شقه تانيه. طب جميل جميل. انت الاول عامله ايه في الصلاه؟ لا مش منتظمه. اخر مره صليتي امتى؟ يعني من 3 ايام. طيب وهتصلي طبعا ان شاء الله النهارده، مش انت كده خدت الاجازه بتاعت الصلاه، فانت هترجعي تاني صح؟ باذن الله باذن طيب. الله. بصي هو عامه طلوعك للسلالم وخروجك من السلالم وعمارات وحاجات من دي، فهو بيدل على المحاولات، اه وبيدل على اني انا كل شويه بضحك على نفسي.
يعني انا مثلا النهارده بقول ايه، انا هصلي او ان انا اعمل حاجه كويسه، فانا بعملها وبوعد نفسي ان انا اعملها ومش بكررها تاني، ايوه وبدي لنفسي الحجج الوهميه، البت الولد اصل انا رايحه مشوار اصل انا، دي كلها حجج وهميه الشيطان بيضحك عليها فيها عشان اجل الحاجه المفروضه عليا. ها شادية، ايوه ايوه مع فدي حضرتك. محاولات يا حبيبتي، دي محاولات ليكي، لكن بتطلعي وتنزلي، هو الصلاه هو الحاجات اللي انت بتنوي تعمليها كويسه وبتكسلي فيها، هو محاولات ليكي، بس الحلم ده اتكرر عندي كتير قوي 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 لان قوي. انت ما بتتغيريش، ما انت زي ما انت، اديني تغيير فيكي، انت على طول تبداي في الحاجه وتقطعيها فعلا في كل المواضيع، مش في الصلاه بس، ده في اكتر المواضيع، فعلا ده يعني صحيح. ما عندكيش اللي هو الايه الهدف انك تكملي، ما عندكيش القوه انك تكملي، الاصرار مش موجود. هو انا مش طيب هقول ان هو كسل، انا هقول ان هو ايه، ولا اقول لك هو كسل احسن خلاص. لا، طب وحضرتك بس طلوع السلم، لان انا بشوف طلوع السلم ده كتير قوي. هو انا صليت النهارده مثلا، هو انا كده مش طلعت درجه عند ربنا؟ تاني يوم ما فعلا. صليتش نزلتها، هو كده طلوع السلم ونزول السلم، امور انا بمشي فيها وارجع فيها، امشي فيها مرجحه، بركب مرجحه، امشي وارجع، امشي وارجع، امشي، ودي كلها ده تعب للنفسيه، وفي الاخر بتلاقي عندك انت تعب نفسي فعلا وما انت صح مش عارفه اسبابه. فان شاء الله بامر الله، ان ونيه ربنا ان شاء الله بامر الله انك تنتظم النهارده في الصلاه، ان شاء الله باذن وانت الله. احنا في ايام مفترجه وجميله، ربنا فالايام دي يخليك هتعينك على الصلاه. ان شاء الله. شكرا ليك جدا يا شادة، تقريبا كان عندك رؤيه تانية لكن احنا موجودين معاك اهوت، لو في اي حاجه حاولي ترجعي لنا تاني ان شاء الله. بالنسبه لموضوع السلالم والحاجات دي كلها، السلالم في الرؤى والاحلام كلها هي بدول على درجات، درجات ازاي؟ انا بطلع سلم وبنزل من سلم، يبقى معناتها ايه؟ يبقى انا معناتها ان انا بحاول وبقلل، بحاول وبقلل، بعمل وبروح وبجري وكده كده، دي كلها محاولات للحاجه اللي انا عايزاها. ممكن تكون خاصه بالصلاه بس، صلاه وحاجات تانية في حياتي بنوع اعملها، وخير انا بنوع اعمله وكده، يعني ممكن اكون رايحه ناويه ان انا اصالح واحده في الاخر اقول لا 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 ده الجو النهارده برد، لا لا ده الدنيا النهارده حر، بترجعي تاني رغم ان هي كانت موجوده، بس هي مش النية من القلب بقى، هو اللسان بيتكلم بس، اللسان لو احنا ربطناه من جوه بالقلب هنعمل حاجات كتيره جدا حلوه، لكن احنا مشكلتنا بنتكلم بس، احنا بنتكلم بس لكن ما بننفذش اكتر امورنا كلها. وممكن برضه اكون برضه اكيد طبعا، ما انا برضه اكيد ممكن بكون بتكلم وساعات ما بنفذش كتير حاجات كتيره جدا، هي المشكله بس اللي هو ايه، ان احنا مش رابطين الكلام بالفعل وبقلبنا وبعقلنا، مفيش عندنا اصرار من جوه. فطبعا دي كلها امور ان شاء الله بامر الله عاديه وتتعدى وتتسهل، وترى ما الرؤى بتجيلنا والاحلام بتجيلنا يبقى ربنا بيحبنا، ربنا بيقول لنا ارجعوا، يبقى ربنا عايز حالنا يتغير للاحسن، يبقى عندي الفرصه تاني لتغيير حالي للاحسن، فدي كلها جميله يا شادية ان شاء الله. احنا كده وصلنا اللي هو بتاع كيس الشيبسي، كنا خلصناه، خلصنا كده بتاع كيس الشيبسي اللي هو داخل كيس الشيبسي، يعني هو ما دام منا هيتقدم ولا مش هيتقدم؟ لا مش هيتقدم. ليه؟ ده هي البنت معجبه بيه مش هيتقدم، خلي بنتك تشوف حالها. وهو موضوع ابن الجيران والكلام ده كله برضو عايزين القصه دي، يعني حتى كلمه ابن الجيران يعني معناتها يعني هو عارفكم، يعني هو عارف الام والاب وعارف الدنيا كلها، طب ما هيروح يكلم، هيروح يكلم بابا بحكم العشره والجيره اللي ما بينكم، لكن هيفضلوا طول النهار في الشمس في البلكونات لما يجي لهم ضربه شمس، طب ما حرام، ما احنا هنخاف عليهم من حتتين، من ضربه الشمس ومن حرام، فمش هتنفع الموضوع، مش هينفع، والموضوع يتشال من دماغها خالص، وربنا يكرمها بالاحسن منه ان شاء الله، وهو ربنا يكرمه بالاحسن منه ان شاء الله، عشان في عندي تسليه، وربنا يهدي الحال يا رب العالمين. هاخد رساله تانية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، حلمت ان الشيخ عندي حلمت ان انا شيخ وعندي لحيه جميله جدا وحنتها بحنه حمراء وكانت متساويه وعجباني وعاجبه الكل وشكرا، والله اعلم هو الحنه لما واحد يحن اللحيه بتاعته هو بيدل على التدين، وبيدل على ان انت ما شاء الله بتتبع السنه، وبيدل على ان انت انسان خلوق في وسط الناس اللي حواليك، عشان انت محنيه الحنه حلوه في الاحلام، بيدل على التزين بالاخلاق الحسنه. طبعا مش في كل الحنه، يعني الحنه للست في رجليها في ايديها في اي حته في جسمها حلوه، الحنه للست كويسه جدا، بيدل على التزين في امورها، وبيدل على الاخبار الكويسه، وبيدل على الفرح، وبيدل على المناسبات. اما الراجل في بعض الاماكن في جسمه لو اتحط فيها الحنه بيدل على عنده فسق في شيء معين، مش في كله، مش في كل جسم الراجل خالص، عايزين نفرق بس، لكن هو في لحيته فهو بيدل على ايه؟ تدين، على الاخلاق، على انك بتتبع السنه، على رجل فاضل في وسط اللي حواليك، على انك فيك مميزات طيبه وكويسه جدا الكل حواليك بيحبها، فما شاء الله عليك.
رسالة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فؤاد بيقول حلمت ان وجهي بيه نمش كتير جدا وبقع كتير جدا، وكنت بحضر بعض الادوية علشان اعالجها لكن دون فائدة، فقررت ان اجلس في بيتي فترة كبيرة حتى يرجع وجهي كما كان، والله اعلم، شكرا. ال ال في اي حاجة بتظهر على الوش نمش ليه تفسير. طب الدمامل لها تفسير. طب النمش ايه؟ بيدل على الذنوب وبيدل على قلة الحياء. هو ممكن راجل يكون ما عندوش حياء، طبعا ما عندوش حياء، ازاي بيبقى عنده عينه لما يبص بيها الشمال ويمين على الراحه واللي جايه؟ ما هو ده ما عندوش حياء، ما عندوش ادب. طب ان هو مثلا يخبط في واحده او يبقى ضميره حتى وهو بيكلم الواحده، بيكون بضميره وهو بيكلم الواحده، عنده تلوين في الكلام او يقصد حاجه معينه، فبيحاول ان هو يوديها بشكل معين في الكلام لكن هو يقصد حاجه تانية. حتى مخارج الالفاظ يبقى فيها حياء من الراجل، زي ما البنت او الست بتلتزم بحياء، الراجل برضو عنده ان هو يلتزم بحياء اكتر كمان، لان هو اللي بي ممكن اللي هو بيكون دافع لها ان هي تتجرأ في بعض المواضيع. احنا عندنا كده ايه اكتر من حاجه عايزينها فيك، ان انت حياء، انت قعدت في بيتك علشان خاطر ايه؟ حسيت ان انت بدأت الناس تتشكى منك ومن وجودك في وسطهم، علشان انت ما انتش راحم نفسك، كذا وكذا وكذا، مش راحم نفسك، مفكر نفسك ان انت الراجل الوحيد اللي في الدنيا. غلط. وفي الاخر ايه؟ هتبقى مكروه منبوذ في وسط اللي حواليك. تمام. يبقى ده بيدل طبعا على قلة الحياء عندك. الرسالة بتقول رأيت اني احضرت لبن حوالي كيلو وكنت ناوية اشربه على طول، لكن قلت اغليه الاول عشان الميكروبات الموجودة فيه، وانا بغليه لقيته اتحول لمية، وشكرا. والله اعلم، بيدل على ذهاب مال سريعا في امور مش ما فيهاش نفع ليكي، ما بتنفعكيش بحاجة. يعني انا عندي مال، المال ده هحطه في حاجات مش هتنفعني بأي حاجة خالص، هتبقى زي قلتها مثلا. تمام. فكل الحاجات دي عايزه نفكر فيها، اي حاجه، اي مشروع، اي حاجه، اي كده عايزه ادخل فيه افكر فيه، اعمل له دراسه، اتشاور فيه مع حد يكون بيخاف عليا ويحبني جدا، دي كلها قبل ما تقدمي على الخطوه اللي انت عايزاها، عشان دي مهمه جدا، عشان ما يبقاش ربنا كرمك بمال وتروحي تضيعي في تفاهه ولا عيافه ولا اي حاجه من دي، وتقول اصل انا كنت اقصد الخير، او ان انا اقصد انا هعمل مشروع. المشروع او اي حد يحب يعمل اي حاجه بتبقى فيها اركان ليها علشان النجاح بتاعها، دي مشاريع، والله اعلم. اخد رساله تانية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، حلمت اني بقول شعر في مكان عام، واول ما بخلص الشعر حسيت اني في هرج ومرج والناس كلها بدات تزغرط كتير جدا. طيب طبعا الشعر وهرج ومرج وكلام من ده فهو بيدل على فتوى، يعني بيدل على ان حد هيقول فتوى او حد هيقول خبر، فالخبر او الفتوى اللي هو هيقوله الشخصيه دي في وسط الناس او على الملأ هتعمل هرج ومرج، هتعمل حاله زعزعه في وسط الناس مع بعضها، الناس هتبدا تزعل وهتبدا يبقى في ايه، فوران في دمهم وفي الشعب المصري او في اي حاجه، الشعب المصري يعني ممكن انا وانت وهي، مش شرط الشعب بعامه يعني. فهي دي بيدل على خبر او بيدل على فتوى او بيدل على موضوع حد هيطرحه، والموضوع ده هيزعل الدنيا كلها. تمام. فربنا يسهل حال يا رب العالمين، وعايزين دايما ان احنا نختار الكلام والالفاظ والاقوال اللي احنا بنقولها، ومش اي خبر اي حد ياخده من اي حد يعلنه ويقوله ويقول اصل قناه كذا كذا او كذا كذا هو اللي قاله، عشان دي كلها طبعا ايه في الاخر بتبقى كوارث وبلاوي، وربنا يعفي عنا يا رب العالمين. رساله بتقول انا حلمت ان انا بحب شخص ياد الحب، بحب شخص والشخص ده اصلا كان متقدم لي وبعد كده راح ما جاش، هل يا ترى يرجع لي تاني؟ اولا الحلم عندي ما فيهوش يرجع ولا ما يرجعش. وزي ما انا قلت ايه قواعد ومفهوم الحب اصلا، قلت ان هو ليه اكتر من حاجه، مش ان هو ان يقول انا بحبك يبقى هو بحبك، لا، هو اسهل حاجه الكلام، خليه يتكلم، اصل هو بيتسلى فاضي فهيتكلم، ولو مشغول مش هيطلعها، مش هيقولها، لان هي اصلا مش من قلبه عشان يقولها لو هو مشغول، لكن فاضي بيقولها 24 ساعه. طب هو ده يعني مثلا هيرجع ولا مش هيرجع؟ لا مش هيرجع. ليه؟ هو انا مش قاسي النهارده على حد في اي حاجه، ولكن انا من خلال امبارح واول الكلام اللي انا بشوفه وبقراه بيبقى مشاكل وبلاوي كتيره جدا. هاخد اتصال من معايا ام ياسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي يا زميلي ممكن اقول لك حلم؟ ممكن طبعا، اتفضل. انا حلمت ان جوزي خارج قدام اخواته، يعني ايه، نص تحت عريان، تحتاني عريان، فبيضحكوا عليه كده عادي، يعني انت عامل كده ليه؟ وهو عادي برضه ما فيش اي مشكله. وبعدين بقول له ايه، يعني انت زعلت من منظره، فبقول له يعني انت كده راجل يعني؟ فبعدين جاي لي انا راجل غصب عنك وعن اهلك، وبعدين ما فيش بينا الكلام ده اصلا ولا الشتيمه دي، بس انا زعلت وخدت نفسي ودخلت اوضتي وعايز امشي من البيت واسيب البيت وامشي.
بس كده. بصي الاول ربنا يهدولك يا رب. هو اصلا عامل ايه معاكي؟ لا والحمد لله كويس جدا الحمد لله. دايما يا رب. بصي هو ان هو يطلع عريان قدام اخواته وان هو يغلط فيك، فهو بيدل على ان في حد هيسمم افكاره بحاجات من يمتك انت، حد هيسمم دماغه. يعني هو لو بيعاملك كويس قدام حد هيقول له لا خفي عليها شويه مش كده، علشان مش عارفه ما تتعودش يا عم، لا انت ايه استرجل في بيتك، فاهمه؟ يوقع بينا يعني. ففي حد هيسممه، هيسمم تفكيره من يمتك انت. طب الحل ايه؟ اي واحده في الدنيا فاهمه الراجل اللي معاها، صح؟ انت بقول لك هو عامل، انت بتقولي كويس جميل قوي، انا الحمد لو لله. حسيت ان هو متغير لا يبقى في حاجه غير طبيعيه، يبقى ده مش طبعه، ده طبع متطبع على طبعه، يبقى انا هقعد معاه وهغيره بالراحه. عشان انت ما شاء الله عقل اصلا. الحمد لله. طب انا مره شفته مره ان انا وهو يعني احنا متجوزين من جديد، ها وبعدين زي ما اكون في بيت قديم وانا يعني ايه متقبله الوضع، ويقول لي لا شايفه الخشب العفش من الارضيه مش عجباني، وانا اقول له لا هنداريها في سجاد. طب شوفي الجدران مش عجباني، اقول له لا ده حلوه هنمشي هنعيش فيها حلوه، وان البيت اللي قدامنا زي ما يكون مسكون واحنا عارفين ان هو مسكون. فبعدين ايه زي ما يكون فيه زي 3 ارانب، ان هم عارفين ان احنا لا عفاريت، احنا قاعدين في البلكونه وفي ان 3 ارانب عاملين زي العفاريت كده لابسين بيضه السموكه وجم قعدوا قدامنا، احنا عارفين ان البيت ده مسكون ودول على 3 عفاريت وقفوا قدامنا شويه ومشوا. بس هو بصي حته العفاريت والخشب اللي باين وان انتوا بتتجوزوا في حاجات في الشقه مش عاجباك اصلا في الحلم، هي مش عاجباه هو، لكن انا مره كنت متقبله ومبسوطه والناس بتبارك لنا وكل حاجه. طيب يبقى هما ده بيدل الجن وكلمه العفاريت في الحلم من غير ما تشوفي الاشكال وتتعاملي معاهم، انت اتعاملتي معاهم؟ لا هم جم 3 ارانب قدامنا ومشوا. يبقى هما ستات. يبقى في ستات بيغيروا من حياتك ومن عيشتك ومن حالك. رغم ان انت ايه ممكن تكون حياتك بسيطه قوي، عشان انت راضيه حياتك بسيطه قوي وراضيه، بس انت اجمل ما فيكي البساطه، متقبله كل شيء والحمد لله بساطه وراضيه جميله حلوه، واحده عايشه، واحده لو كلت النهارده جبنه وعيش كانها كلت خروف. الحمد لله. ففي حد هي عامه ستات يعني، لان الارانب دي وتتحولها وكلام من ده، فهو بيدل على الستات اللي هي بيقولوا هي الست دي ايه ما بتحسش، ده ايه ده ما بتتكلمش، ده مش عارفه ايه ليه، وبيبداوا يبصوا لعيشتهم رغم ان هي عيشتهم تكون احلى من عيشك شويه. طيب يعني حلم ان هو مثلا اللي هو الجزء العريان فيه ده يعني مش حاجه انا كنت قلقانه عليه صراحه من كده. بصي هو الاول احنا عايزين ان احنا ما نخلوش يشد ودنه لحد، لانه طلع قدام اخواتك وبعد كده شتمك. اخواته هو. بعد كده شتمك. مش عايزينه يد ودنه لحد، اقعدي اتكلمي معاه، لو لقيتيه اتاخر، لو لقيتيه كده كده انت اتاخرت ليه النهارده، طب انت قابلت حد؟ انا قالك لا لا اسكتي على طول. الراجل ما بيحبش ان هو يروح يلاقي ضابط بوليس قاعد له. استجوابات استجوابات استجوابات، بلاش استجوابات. لكن هي كلمه وخلاص، الكلمه دي معناتها ايه؟ ان انا حاسه بيك، ان انت مثلا متغير، طب انت قابلت حد بس وتنك ساكته، هيقول مراتي حاسه بيا. طب في حاجه تانية استاذه منى لو سمحت. قولي يا حبيبتي. حلمت مره اني بكسر بيضه لقيت فيها 5 سفرات. جميله. السفاره وارزاق، فلوس واولاد. ما خمسه. خمسه حاجات مختلفه، كبير وصغير كده. فلوس واولاد، انت معاكي اولاد قد ايه؟ معايا 3. عايزه تجيبي تاني ان شاء الله؟ هو لا المشكله ان لقيت نفسي حامل، اتفاجئت. فاضل لي كمان مره، يلا يبقى كده 5. 5؟ يا نهار ابيض. بصي ربنا يكرمك يا رب العالمين، كل مشيئه ربنا حلوه. هو دي اولاد ومال، يبقى الخمسه مال، هندي الخمسه مال ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب يا ام ياسين، والف مبروك على الحمل بتاعك. عقبال مريم يا رب العالمين. يبقى انا هرجع لايه، ناخد الرساله اللي هي بتقول الحب وكلام من ده وحاجات من دي. انا بقول انا مش بتكلم من فراغ خالص، انا بتكلم من قصص واقعيه، من حاجات واقعيه، من حاجات شفتها وسمعتها، من حاجات لمستها. انا مش بتكلم من فراغ خالص، بتكلم من قصص الحياه. احنا موجودين كده دلوقتي، دلوقتي في فراغ، في بطاله كتيره جدا، في اكتر الشباب مش بتشتغل، في اكتر الشباب بتبقى بتروح بدري فاضيين، في اكتر الحاجات دي كلها، فبيدخلوا على ايه؟ على التسليه بتاعتهم. دلوقتي ممكن الواحد يتكلم مع واحده ويكلمه في كل المواضيع ومن غير ما يقابلها ولا اي حاجه ولا كلام من ده، وفي الاخر بتبقى في كارثه للبنت، في مشكله ليكي انت. تمام؟ يبقى يجي يقول لك على حاجات معينه، هي 3 4 حاجات هم بيبقوا حافظينها، صورتك، تسكتي. طب انا زعلان منك، هو انت مش واثقه فيا؟ يا عم والله العظيم انا واثقه فيك. قولوا والله ما انا واثقه فيك،
صورتك مش عارفه ايه، طيب كلميني صوت، سمعيني صوتك، طيب هبعت لك صورتي ومش عارفه ايه. وانتوا الاثنين تبداوا تكذبوا على بعض، انتوا تبعتوا له صوره واحده تانية خالص، هو يبعت لك صوره واحد تاني خالص اجنبي، وكله كذب في كذب، لان اصلا مدخل شيطان. عايزين نركز في الحته دي كويس قوي، عشان في الاخر بترجعي تعيطي وبترجعي تقولي ده انا انجرحت، وبتنزلي منشورات على صفحتك جرحوني الحبايب واتجرحت وكلام من ده. طب ما تروحي ربنا وتقولي حسبي الله ونعم الوكيل، استغفر الله العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما ترجعي ربنا، ما هو ده كله رجوعك لربنا. هو انت مش ده كان وقت فراغ انت عملتيه؟ يبقى كان في فراغ مع بعد عن ربنا، وقت الفراغ اللي انت ضيعتيه معاه يبقى كان في بعد عن ربنا. لو انت رجعت ربنا مش هتلاقي عندك وقت فراغ خالص، هتلاقي الحلال هو اللي يخبط على بابك. الادب، الحب هو ادب واحترام وتقدير واهتمام. الحاجات دي ما كانتش موجوده في الحب يبقى ده تسليه، يبقى ده شيطان. فهمنا؟ الحب اهتمام، رعايه، كرامه، احساس، ادب، مراعيه المشاعر، شرة بالحلال وعلى شرع ربنا. مفيش ومش قادر والظروف ما تقدرش، اتحرج ادخل عند اهلها وانا مش قادر، ما تدخلش، ما تتكلمش، ما تتصلش. اللي خلاك تتصل بيها وتحبها 24 ساعه، كلم والدتها ووالدها وقول لهم بنتكم ليا. الكلمه دي في حد ذاتها احترام وتقدير لها هي. ما اقدرش اتكلم والدها ووالدتها وكلام من ده، اسكت، ما تتكلمش، ابعد. لما تكون قادر ليها البنت الناس اللي انت داخل لها، ادخل لها. والدها كبرها وعلمها وتعب فيها وخلاها انسانه، مش عشان في الاخر يجي واحد عند زيك مش عارفه قصته ايه ولا هو ايه، في الاخر يتلاعب بيها ويوجعها او يكسرها قدام اهلها وقدام نفسها وقدام قرابتها، يكسر لها نفسها خالص. مين انت؟ ما نعرفش. لكن انا بنصح البنت اكتر والست اكتر، وربنا يهدي الحال يا رب العالمين. وانا الكلام ده النهارده انا اتكلمت فيه كتير قوي 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 بناء على اكتر من حاجه كنت بقراها امبارح كده، فلفتت انتباهي. كله شغال على القصه دي، كله شغال على الموضوع ده، وكله شغال على الحته دي. ده يزعل منك ويعمل نفسه ان هو زعلان منك ويقعد يومين ثلاثه ما يكلمكش وكده عشان حته صوره، اشرب من البحر، روح اشرب من البحر. لا ده البحر كمان خساره، سيب البحر للناس التانيه، اهبط راسك في الحيطه. عشان هو زعلان عشان انت ما بعتلوش صوره، سيبك منه خالص. هي الصوره ايه؟ هتحييه؟ لا، ده الصوره دي بدايه مواضيع، هو لسه طالع على المدى بتاعها. هتخلي بالك، هتخلي بالك. والراجل انا مش عارف الراجل يخلي باله من ايه، بس الراجل يخلي باله ان في ربنا موجود، ويخلي باله على صحته، ويخلي باله على بنته وامه واخته، الحاجات دي كلها، رزقه في حياته. ما انت لو ما عندكش خالص ولايه، وما عندكش ام، وما عندكش اخت، وما عندكش اي حاجه، عندك صحه، عندك رزق، عندك الصحه اللي انت تتباهى بيها وتتكلم بيها، دي عندك، دي لوحدها، ديت لوحدها كنز اكتر كمان من الاخت ومن اي حاجه، دي لوحدها كنز. عشان دي لو ربنا وجعك فيها هتقعد، لا هتعرف تتكلم ولا هتعرف تكتب ولا هتعرف تقول لها ابعتي صورتك، لان انت مش هتكون حاجه اصلا. فنخلي بالنا من الحاجات دي كلها، الراجل والست. ومفيش احلى من حلال ربنا ومن شرع ربنا، ومفيش احلى من الادب، ومفيش احلى من الضمير الصاحي. ضميرنا كلنا رايح اجازه، واخد اجازه، نرجعه بقى شويه. عشان كل الاحلام اللي بتجيني كمان فيها ايه؟ انذار، علامه الساعه، يوم القيامه، مش عارفه بتتكلم على اهوال ايه، بتتكلم على الشخص ده ايه، فدي كلها، دي كلها انذارات وعلامات. هاخد أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انا بص، انا كنت بحلم حلم بقالي زمان بحلم بيه، بقالي كام سنه بحلم ان انا بشوف تعبان كبير خالص زي قطعة كبيره كده بتجري ورايا وقصدني انا، حتى لو معايا ناس قصدني انا وعايزه تقرصني. تمام. وحتى لو قرصتني ما بتاذيش منها، يعني هي لو مسكتني بتقرصني، بس انا ببقى خايفه منها في الحلم جامد. وساعات ممكن يكون معايا اختي او معايا صاحبتي، ومره كان معايا صاحبتي راحت بصلها كده وبشوفها في حمام، وتقول قالت لها لو انت، انا مش خايفه منك، لو انت ليك اسنان انا ليا عينين، راحت سايباها وجاريه ورايا انا. بس انا ببقى خايفه منها في الحلم قوي، بس في احلام لو قرصتني ما بتنزيش منها. طيب خليكي معايا ما تفصليش. وانت عندك كام سنه؟ انا عندي 30 سنه. متجوزه؟ متجوزه. طيب بتصلي؟ بص الصراحة أنا مش ملتزمة في الصلاة، وده اللي تعبني صراحة.
معلش كلنا مقصرين لكن بنحاول. معلش. طيب الافعى دي بتجيلك وانت بنت؟ كانت بتجيلي وانا بنت فعلا، ولغايه ما اتجوزت والافعى دي معايا. ما هي اصيال الافعى اللي دايما قصدكي انت وبتقرصك انت في الحمام وحاجات من ديت، هو ده بيدل على جن، على وجود جن. وجود غلط عندك انت، او انت عندك غلط في حاجه. عارفه لما تقول انا عندي عينين معناتها ايه؟ معناتها ان انت بتبدلي الغلط بغلط. يعني انا مثلا دلوقتي شتمتك انت بتردلي الشتمه. صاحبتي اللي كانت بتقول لها، مش انا، بتقول لها ايه؟ لو انت عندك سنان، لو انت عندك سنان انا عندي عين، ولو انت عندك عين عندي سنان، وفي الاخر بتجري وراكي انت، واخده بالي. المشكله ان انت عندك غلط. عندي غلط في ايه؟ انت بتعاملي الناس بالظبط بمعاملتهم. لا انا هعاملهم باحسن من معاملتهم، ما انا لو عاملتهم ومعاملتهم الدنيا باظت، الدنيا اتخربت كده، كلنا هنكون في غابه، هناكل بعض. انت مطلوب منك تتعاملي بالاخلاق الاحسن من اللي قدامك. يعني انا دلوقتي ان حد افترى عليا او غلط فيا او كلام من ده، او حد عديم الاحساس، او حد ما بيفهمش في كلامه، او حد بيغلط فيا، انا ممكن اعامله باحسن وباخلاقي وبادبي وبنشأتي وبتربيتي وبالدين وبالاسلام واللي اتربيت عليه واللي قريته، هعامله انا بمعاملتي باسلوبي انا بطريقتي انا، مش هعامله زي ما هو ما بيعاملني، مش زي ما هو ما بيقول لي، هكون انا احسن منه. حاجه من الاثنين او اكتر من حاجه كمان انا استفيد منهم عشان ارضي ربنا، والحاجه التانيه عايزه اخد شويه حسنات منه، انا اولى بيها. ايه رايكم في الحته دي؟ علشان الناس اللي دايما انا لسه بقول لك دلوقتي ايه، لو واحده شتمتك انت هترد عليها او بتغلطي وكلام من ده، انت كنت هتقولي لان هي وجود الافعى بالمنظر ده، غلط بغلط غلط بغلط غلط، مفيش راحه، ما بسكتش. الاحسن ايه؟ الاحسن انا لما حد يعاملني بطريقه مش كويسه، او حد يكون معايا في طريقه كلامه او كده طريقه فيها استهزاء او كلام من ده، لا، هو انت بتتكلم على حالك، الطريقه اللي انت بتوصلها لي دي انت، مبدأك انت، اخلاقك انت، بتاعتك. والله انا يعني كل اللي هقولهم والله صعبان عليا، فربنا يهدي، لكن انا هتعامل بطريقتي وباخلاقي وبادبي، فانا ممكن اكون بعامله احلى من معاملته. هاخد اتصال مين معايا؟ السلام عليكم. ام عبد الرحمن، عليكم السلام. ممكن اقول حضرتك حلو؟ اتفضلي يا حبيبتي. بصي والله انا شفت ان انا اكني نايمه، او جوزي فاكر ان انا نايمه، وبعدين شفته ان هو يعني لابس هدومه الداخليه، وبعدين لبس على هدومه شورت، هدومه الداخليه برضه لبس شورت فوق شورته، بس الشورت كان يعني عارفه اللي هو مجرب، يعني اللي هو الاصفر يعني مقرح. فبقول له انت ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ امسلته على طول من رجليه، ولا انا ما بعملش حاجه. في اللحظه دي دخل اخويا الكبير الاوضه، وبعدين لقاه كده على الارض، فقال بتاع مين ده؟ فهو قال لا ده مش بتاعي، وانكر كده. فانا قمت ساكته بقى، قلت يعني ايه، كفايه ان هو كده مكسوف او كده، وقمت انا ساكته. هو دلوقتي عايش معاكي؟ ايوه. طيب هو علاقته بيكي؟ صح، كويس الحمد لله. العلاقه الحميمه، العلاقه الحميمه ماشي الحال، كويسه. طيب هفسره لك، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هو واضح ان هو عنده مشكله في العلاقه الحميمه شويه. المشكله اللي هي عنده في العلاقه دي عايزه منك تدخل شويه. عايزه منك تدخل. هو انتوا عندكم كام سنه؟ انت عندك كام سنه؟ لا انا كبيره. ربنا يديك الصحه، صوتك جميل قوي، ومش باين ان انت كبيره، ومش بالسن على فكره خالص. لكن هو الموضوع محتاج منك لتدخل شويه. اكتر من نقطه انت محتاجه تعمليها معاه. اول نقطه، حاسسين ان هو راجل موجود، سامعاني؟ ايوه. تاني نقطه، يعني حاولي ترجعي لي اللي ورا شويه، يعني ترجعي لي ايام زمان شويه. عايزاكي تدخلي في عينه، تقعدي في عينه الاثنين، تملي عينه من كل حاجه. يلا طب انا هعمل ايه بقى؟ يلا الحمد لله. لا الحمد لله طبعا في الاول وفي الاخر، لا بس انت لسه موجوده، ده انت صوتك اداني حاجه و30 سنه. لا لا انت لا مش لسه 33 سنه، حاجه حاجه و30 يلا سنه. يلا الحمد لله كويس. طيب يبقى احنا عايزين العلاقه بس شويه، لان هو في مشكله عنده. فمحتاجاكي بقى انت دورك. بص بقول لحضرتك، ممكن اقول لك حاجه تانية؟ اتفضلي. بصي هو كان بيشتغل في السعوديه، هو اصلا اقرع. هو ايه؟ اقرع. تمام. فهو عنده لحيه.
فحلمت ان هو راجع من السفر وحالق لحيته وحاططها في قرعته. فبقول له ايه اللي انت عامله ده؟ قال ايه كده مش كويس؟ قلت له لا ده مش كويس، وخلص وخلص المنام على كده. هو فين؟ هو عندك دلوقتي ولا فين؟ يعني ايه عندي؟ يعني هو موجود دلوقتي وانت بتكلميني؟ لا هو بيشتغل؟ ايوه. طيب خلاص، ربنا يا رب يهديله حاله يا رب العالمين. طب هو ممكن يكلمني؟ لا مش ممكن. طيب مش ممكن. طيب بصي هقول لك على حاجه، اتفضل. عايزاكي تقربي منه شويه، قربي منه قوي، وحاولي ان انت يعني تعرفي ايه بعض الاخطاء عنده كتير قوي، حاولي ان انت تعالجيها وتعالجيها زي بالراحه. ايه؟ زي ايه؟ ايه لو سمحت؟ مش زي ايه يعني، مش حاجه معينه يعني، بس حاولي ان انت تعالجي فيه حاجات كتير قوي انت بقيتي ملاحظاها عليه الفترات اللي فاتت. لا انا حاسه ان انت عارفه كل حاجه. انا عارفه كل حاجه. لا انا مش عارفه اي حاجه، انا بقول لك على الحاجات لا المعينه بس. والله انا عارفه، حاسه ان انت عارفه كل حاجه. فقستي الموضوع. بس ايه؟ فقستي، حاسه ان انت فقستي الموضوع. لا لا لا، بصي زي ما انا قلت لك قربي منه شويه. هي موضوع اللي هو الايه؟ اللي هو اللحيه اللي يشيلها وكلام من ده، فهو بس كان بيدل على بعد عن ربنا شويه في بعض المواضيع. فان شاء الله بامر الله يا رب العالمين نحتسبه على خير يا رب. فهو حد كويس اصلا من جواه، لكن هو محتاج لقرب من مراته شويه، محتاج ان مراته يعني دايما كده ايه بين الفتره والفتره ذكريه بالله في فتن الدنيا والحرام والحلال والغلط. اتكلمي معاه عادي يعني، اتكلم معاه عادي يعني. انا ممكن اكون قاعده مع واحد وهو يكون بيصلي وعارف ربنا كتير جدا والدنيا كويسه، اقول له ايه؟ طب نخلي بالنا من كذا، طب نخلي بالنا من كذا، طب مثلا الست فلانه ديت جبنا في سيرتها والكلام ده. لا لا مش بلاش نتكلم في سيرتها، لا الله يسهل لها رب العالمين. فاهمه؟ طب ممكن اقول لحضرتك حلم تاني؟ يا ريت تدخلي في حلم تاني. طب بص ده بلاشه يعني؟ لا قولي الحلم. طب اقول لحضرتك، بصي حلمت ان انا في بيت اهلي، وبعدين قاعدين كده على السفره، وبعدين بابا انا قاعده انا واخواتي، وبعدين بابا جاب يعني ايه، لقيت على السفره كده سمك، طبق سمك بلطي مشوي. وبعدين يعني ايه انا زي بتدلع يعني كده، بقول بابا لا انا ما بحبش السمك البلطي. هو بابا ميت الله يرحمه. فبعدين بابا كده يعني عارفه شبيك لبيك، قام جايب طبق وفيه سمك ايه بوري برضه مشوي، وقام حاطه على السفره ما شاء الله. وخلص المنام. جميل طبعا، ده بيدل على الرزق، السمك المشوي بيدل على الرزق، وعلى السفره رزق الواحده اللي هترتاح يعني، رزق ليكي وفرحه ليكي وراحه ليكي جوه قلبك. وربنا يهديلك حالك يا رب العالمين. بس برضه اتكلمي معاه، اتكلمي معاه بس. طيب معلش انا اقول لحضرتك اخر رؤيه انا طولت قولي يا حبيبتي. بصي هو اول امبارح شفت ان انا واختي على شط بحر. تمام. البحر كان هادي قوي يعني، عارفه اللي هو البحر الاحمر اللي فيهوش موج ده، الحاجات اللي هي الهاديه دي. تمام. المهم شويه واحنا واقفين لقيتها زي طيارتين قريبين قوي من البحر، بس عارفه اللي هي الطيارات الحربيه اللي صوتها عالي دي، بيبقى صوتها عالي قوي. فعملوا صوت فظيع فظيع، فاحنا كده يعني ايه انا واختي يعني ايه ده يعني، عارفه اللي هو الصوت العالي ده فظيع قوي. وبعد كده مشوا على طول كده في لمح البصر، وبعدين البحر تحول، عارفه اللي هو الزبد البحر اللي هو بقى خلاص بقى البحر عباره عن ابيض. يعني عارفه مش الموج كده لما بيبقى في الموج، بس بيبقى عباره اخر الموج بيبقى رغاوي بيضه كده. لا هو البحر تحول لرغاوي وخلاص. طبعا والله اعلم، هي رؤيتك ديت رؤيه بيدل على توضيح بعض الامور العامه، توضيح بعض الامور العامه لينا كلنا. يعني مش بتاعتي انا؟ لا مش بتاعتك انت، بقى كفايه عليك الاولانيين. كفايه ده، كفايه خبطتين في الراس. لا خير، بص ما تقلقيش، الدنيا كلها كويسه ان شاء الله، الدنيا مسيطره بامر الله. لكن الحلم ده، الرؤيه دي رؤيه عامه لينا كلنا ان شاء الله بامر الله، بعض الامور وبعض التغيرات وبعض الحاجات هتفرحنا شويه، وبعد كده هتبقى فيها شويه ايه نقاشات وكلام تاني ونرجع تاني يعني كده. فاهمه يعني؟ هي بيدل على مواضيع عامه، مواضيع هتطرح، موضوع نفس الرؤيه اللي انا كنت بتكلم فيها من حبه، مواضيع هتطرح هتكون العامه هتبسطنا شويه وكلام من ده. اعلان يعني، اعلان الطيارات الحربيه والصوت العالي ده اعلان في امور ما تخص
ممكن نقول الامن القومي، ممكن نقول اي حاجه من ديات الحاجات اللي هي المهمه في البلد دي، هيتم الاعلان عنها وتفرحنا شويه كلام من ده. وبعد كده في بعض المواضيع بقى هنبدا ان احنا نقف عليها وندقق ونتكلم فيها كده، يعني اللي هو البحر في الاخر اللي اتغير الرغاوي دي، والله اعلم. شكرا لك يا ام عبد الرحمن، جدا نورتيني، ربنا يصلح لك حالك. اتكلم مع ابو عبد الرحمن وتناقشي معاه وكده، ودينا ان شاء الله بامر الله تبقى كويسه، والراجل ما فيهوش اي حاجه، راجل كويس بس محتاج لمراته، محتاج لمراته قوي. ف قربي منه وربنا يديلك الحال يا رب العالمين. وشكرا طبعا لكل الناس اللي تواصلت معايا النهارده، والناس اللي كانت محتاجه استشارات وكلام من ده. طبعا الكلام اللي انا اتكلمت فيه النهارده كله عن العلاقات وعن اي حاجه ده بناء عن رغبتكم انتم. في ناس دايما تقولي اتكلمي في الحلقه كده عن يعني نقلل من الاحلام ونتكلم في المواضيع اللي هي تخص الناس. فاحنا الحمد لله رب العالمين اتكلمنا النهارده في شويه مواضيع كده، فربنا يصلحنا يا رب العالمين، وربنا يتقبله منا ويجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب. طبعا حلقتي عدت معاكم بسرعه، في تواصل ان شاء الله بامر الله مستمر مع بعضنا. طبعا شكرا لكل الناس اللي تواصلت معايا النهارده، وفي نهايه حلقتي استودعكم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.